أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيل. طبعا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الموجودين، وأهلا أبو الحكم. مثل ما بتعرفوا أصدقائنا، حلقتنا اليوم هي محمد من الألف إلى الياء، والحلقة الكذا كذا بعد المليون، يعني ما راح نخلص. على كل، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، وبالبداية خلونا نرحب بأخونا أبو الحكم. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. أهلا بك أخويا جان، وأسلم على جميع أخواتي وأخواني اللي متابعين الحلقة. أشكرك أبو الحكم، أشكرك على كل. خلينا نسلم على الأصدقاء الموجودين، الأخ وائل والأخ رياض، الأخت، أظن أخت فارس، إنسان حر. أهلا وسهلا بكل الشباب الموجودين معنا. أصدقائي، على كل، مثل ما بتعرفوا أبو الحكم ما بيعرف لسه، سوينا منتدى للبرنامج ولصفحة الجهر بالإلحاد. طبعا حطيت الرابط بالتعليق بالديسكريبشن تحت الفيديو. أتمنى من كل الشباب يشتركوا معنا حتى نشتغل على جوجل. يعني أنا بصراحة مليت من فيسبوك، فيسبوك شفته تعيس جدا، وعم بيطلعوا لنا كل الشباب الحلوة بالفيسبوك. على كل، شو تخبرنا بالحكم اليوم عن محمد من الألف إلى الياء؟ طبعا بالبداية الأخوة المعلقين بالتكست أرحب بيهم وأسلم عليهم، مثل ما أشوف الأسماء أخويا وائل، رياض، عندك فاكت، عندك فارس، إنسان حر، وليد بعد، وجاست، وانتظر همنا فري ثينكر. فري ثينكر من المساهمين الدائمين بالحلقة، والأخ فهد، وجميع الأخوة، أخاف أنسى أحد. يعني المهم أسلم عليهم كلهم وأقول لهم اليوم عقوبات ماكو، من ينتظرون من جان. يعني أنا اليوم ما موجود بالتكس، فهو اللي عليه المراقبة لا لا، اليوم. أنا لا أعاقب أحد، يعني أنا لست من أبو الحكم. أبو الحكم كل من يتعدى فقط. طبعا احنا يعني على اللي كل، يتعدى، يعني أنا بتمنى من أحد الأصدقاء، يعني خلينا نقول وائل إذا موجود، أو رياض إذا في أي أسئلة تبعثوا لي على السكايب أكون لكم من الشاكرين. يعني أصدقائي، بما انه انا راح اكون مشغول مع ابو الحكم، وانا راح ابدا بنشر اللينك على الصفحات فحتى يتابعونا بقيه الاصدقاء. فاتمنى منكم احد الاصدقاء، يعني وائل او رياض او جانا او اي صديق موجود، يبعث لي الاسئله الموجوده على السكايب حتى نقراها مباشره، لانه صراحه راح اكون مشغول مع ابو الحكم ومشغول بتوزيع اللينك، يعني احتمال كثير اشياء تروح عني ما اقدر اشوفها. اشكركم اصدقائي، تفضل ابو الحكم تفضل. طبعا بالحلقة الماضية حكينا عن محمد، كيف كان وصلنا للحجر الأسود لما قال حيا جدتي وعاندت وما بدها تروح، ويقولوا خذها طائر وما عرف إيش. فنجي على اعتبر أني من الخرافات، حياته كلها خرافات، لكن مجبور نعرضها، وحاولت اختصر على قد ما اقدر لانه طويلة جدا جدا. يعني البارحة كل الليل انا اختصر فيها لانه كلها معادة واشياء ما تهمنا. يعني المهم حتى تصير فكرة البعض اللي ما شاهدوا اخر الجمل اللي قلناها، يقول: وحكى السهيلي عن رزين أن سارق دخل الكعبة في أيام جرهم ليسرق كنزها. شكوا بالكعبة حتى تسرقوه، ما أدري. فانهار البئر عليه
حتى جاءوا فأخرجوه وأخذوا منه ما كان أخذه، ثم سكنت هذه البئر حية رأسها كرأس الجدي وبطنها أبيض وظهرها أسود، فأقامت فيها 500 عام. بحياتكم شفتوا حية تعيش 500 سنة؟ انتوا البشر عايشتوا قريب القرن. أبو الحكم، أنا ببدأ السلسلة، وطبعا لأصدقائي كمان ببدأ السلسلة بعجائب الإسلام، فيا ريت يا ريت بس تحفظ لي على طرف هيك سيري كوبي بيست تبعت لي، هي واحدة من عجائب الإسلام يعني. طبعا هاي من أحد المعجزات، هذا أحد المعجزات الحجرة، يعني الحجرة إلها بركات وإحنا ما ندري. يقول لك فأقامت فيها 500 عام، الحية 500 سنة موجودة كانت، تجيبوا لك انطوها اكل وشرب مثل الكلب، يعني ما تتحرك من محله، شو تاكل شو تشرب ما اعرف، 500 عام بقت بمكم حد الحجر الاسود. يعني لما نقولكم يا مسلمين ان دينكم كله خرافات حتى تصدقونا يا اخي، يعني هاي كلام بشر يسمعه 500 سنة حية قاعدة بمكان واحد؟ صدق هذا خلي ياخذه زغلول الفشار، خلي يسوي عليها معجزة، أحد معجزات الإسلام. المهم ويقول وهي التي ذكرها محمد بن إسحاق، ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، يعني على أساس يبنون يهدمون البيت اللي مؤسس عليه الحجر الأسود ويرجعون يبنون مرة ثانية. لأن احنا ذكرنا عدة مرات، أحد الأخوة ذكر لي بتعليق باليوتيوب قال لي 14 مرة مهدومة الكعبة، أنا أعتقد أكثر، لكنه نأخذ هذا المصدر أنه يثبت لنا أنه عدة مرات كانت تقع هاي كل شيء يبنوه حول الحجر الأسود كانت توقع، يعني تجي السيول والأمطار، وهسه كان أكو سيول يعني بهالأيام، يعني موجود دائما، الله ما مبارك لهم. المهم يقول أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليه ويقول اللهم لم ترعى. شوف يعني شقد خايف من الحجر، خايف من الحجر واللي يسوي به، يعني الهالة يعني المسألة كلها الشغلة نفسية. هذا الحجر ممنوع تسوي له، احنا من كنا صغار يقول لك اوه القرآن لا تقرب منه، يسوي لك فلان شيء اذا ما متوضي، اذا ما اعرف شنو، هسه العب بيه كرة قدم ما يهمني القرآن. يعني لما تنشال الحالة النفسية على الإنسان كل شيء إلا لا شيء، يعني ولا يهمه أصلا. مثل الحكم يعني نحن، أنا بتذكر بمدينتي التعيسة حلب، يعني بهالحاراتنا الشعبية، يعني بيقول لك الشيخ لا تحبه ولا تسبه ويخوفوك، ويكون واحد مبهلول يعني ما عارفان شيء من الدنيا، بدك تقدسه ولا تحكوا عليه، بساوي لكم هذا بجأمك وهذا بشلل لك ايدك وهذا بوقف لك راسك وهالحكي هذا، والناس بكل معنى الكلمة بتصدق، يعني بصير يعني خايفة من جواتها انه تحكي على شخص بهلول اصلا لا يفقه شيء في هالدنيا هي، يعني يا حيف انه عقولنا مغيبة لهالدرجة هي. يعني المشكلة انه قبل الجسم الشغلات الخرافات كانت اكثر من الان، لانه قبل ما عندهم يعني لا وسائل ولا علم ولا اي شيء، عندهم هذا السماء قدامهم هم بالخيمة او بدون خيمة همينة ونايمين وعايشين، هذا حياتهم هيك مقضينه يعني. ف كل كلامهم عن الجن وعن الخوف وعن العبادة وعن الأصنام وعن يعني ما عندهم كلام آخر، فأبسط شيء ممكن يخوفهم. فالمهم هذا أجى راد يهدم الكعبة، قال أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول وخايف، يريد يهدم وهو خايف، وهو يقول اللهم لم ترعى، اللهم إنا لا نريد إلا الخير،
ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة، يعني الناس كلها منتظرين انه ايش راح يصير بهذا، وقالوا ننظر فين اصيبه، لم نهدم منه شيئا. رادوا عملوه ضحية، يعني لم نهدم منه شيئا منها شيئا، ورددناه كما كانت، يعني رجع اللي حتى اللي هدمنا منه رجعه بمكانه، وان لم يصيب شيء فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها. يعني الله راضي علينا اذا هدمنا وما صار شيء. يعني شوفوا من حجر خايفين، من حجر يعني متوقعين النتيجة عكسية. ليش؟ لأنه يبنون كل شيء بالخيال، فقط بالخيال أنه هذا الشيء ممكن يسوي لك شيء. انتبه الحسين ما عرف إيش. أنا أتذكر يعني أبويا والدي كان يعني إنسان أقدر أقول عليه علماني، يمكن كان ملحد بس ما أعرف، وما أعلن إنه الشيء صراحة. راحوا رحنا زيارة، كنت صغير أنا يعني عمري هيجي 12 13 سنة، رحنا لله إيش اسمه، أبويا كان دائما يغلط على أمي شيعية أنا يعني قايل لكم، ووالدي سني. فأمي الوالد كان دائما يمزح معه ويغلط على أمه مثلا يسبهم. فراحوا مرة الكربلة واقفين نص كربلة، هي رايحة زيارة، فقالت لها احنا هلا بالحسين تقدر تسبه وتغلط عليه؟ قال بدك اغسله غسلة منيحة هون. قالت له اسكت 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 لا يعمل فيك شيء. يعني هي مفكرة انه الوالد والدي راح يخاف يعني، فهو ما اهتم ولا جسمه، لان يعرف انها كل هالشغلات خرافات وما يقدرون يسوون شيء. يعني من الميت خايفين، كيف العاد من يعتقدوه حي اذا كان محمد بوقتهم واذا كان الاله. المهم يعني اضرب المقدس راح تعيش طبيعي ومرتاح ولا يهمك اي شيء. يعني بس مر اول مره لا تخاف، الباقي كله هراء، راح تشوفه كله هراء في هراء. المهم يقول فأصبح الوليد غديا على عمله فهدم وهدم الناس معه. يعني انتظروا ثاني يوم شافوا بعد ما صار شيء وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم هدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم. أفضوا إبراهيم عليه السلام، يقول حتى تعرفوا من إبراهيم، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها بعضا، وقع في صحيح البخاري عن يزيد بالرومان كأسنمة الإبل. يعني وصلوا إلى الحجر والسنام الجبل هيك يصير تقريبا هيك عالي، هذا يسموه حجارة، صار شكلها هكذا. يعني قال ابن إسحاق فحدثني بعض من يروي الحديث إن رجل من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، يعني حط حديدة هيجي وبين حجرتين مشان يكسرها. فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. يعني المكة كل خايفة، شوف يعني الحالة النفسية لما الهالة القدسية اللي يخلوا لك إياه على شغلة إنه يخلوك تخاف من كل شيء. هم من الأصنام اللي كانوا يمنوها كانوا يخافونها. يعني بكل تأكيد أبو الحكم، بس في عندي ملاحظة هون في سليبي في عنده سؤال. طبعا أنا راح أطرح كل الأسئلة، يا ريت، أنا بتمنى يعني بصراحة ما بقدر أشوف كل الأسئلة هون بالشات، بس أنا أخذت سؤالك سليبي أو الأخ سليبي أو الأخت سليبي، ما بعرف الجنس. بس على كل إن أنا بتمنى من أصدقائي إنه يبعثوا لي الأسئلة على سكايب، يكون أفضل، لأنه بتجيني بتعطيني علامة إنه في سؤال أو اتصال. فبتمنى السكايب هو موجود تحت الفيديو بالدسكريبشن، يا ريت طلعوا جان دوت برو 2، تبعتوا لي الأسئلة على السكايب، يكون أفضل حتى أقدر يعني أتواصل معكم.
أشكر كل أصدقائي المتواجدين، ماهر، محمد، إنسان، رياض، كل السليبي، كل الأصدقاء الموجودين، يعني أهلا وسهلا فيكم. و يعني مثل ما بقولوا أهلين بالشباب، شقفوا لك كباب، يعني خذوا راحتكم، شاي قهوة اللي بدكم إياه، يعني أهلا وسهلا. تفضل أبو الحكم. اوكي، بس شوية قريدة، حبيت نشوف السؤال. وقال موسى بن عقبة: وزعم عبد الله بن عباس ان اولية قريش كانوا يحدثون ان رجلا من قريش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة وانتهوا الى تأسيس ابراهيم واسماعيل، عمد رجل منهم الى حجر من الاساس الاول فرفعه وهو لا يدري انه من الاساس الاول، يعني على اساس اساسين، يعني أن على أساسك، إحنا هيك عندنا مسافة على الأساس. المهم، فأبصر القوم برقة تحت الحجر كادت تلتمع بصر الرجل. الله أكبر، شوف شوف جان، أخذ عبرة، شوف شو اسمه الضوء صار، طلع شلون طلع بين رجلي، شو اسمها، طلع النور هذا من على كل لميع لميع، هذا ابو، اي لميعة. هذا ابو لطفي بيشعل بطفي، يعني ايوه بالضبط، حاطين كهرباء كانوا، يمكن ساحبين كهرباء من فوق لتحت، ما كان في كهرباء قبل. المهم، يمكن يكون شو اسمه الكهرباء اللي طلعت من آمنة من بين رجليها انارت الحجر الاسود. كادت تلتمع بصر الرجل ونزا الحجر من يده فوقع في موضعه وفزع الرجل والبناء. شوف، لما يردون يخلقوا لك فد هالة مصطنعة، يحكوا لك هيك حكايات، يعني فلان شي صار وفلان شي صار، وانت ما تعرف. مثلا يقول لك، يحكي لك على قصة الحسين، يقول لك انضرب ايده اليمين فحارب كتل 20، وبعدين ضربوا ايده الشمال قبل، يعني كان يقتل بهم كثير يعني، بعدين يقول مسك بتمه، صار يحارب بتمه، قتل 10، ما اعرف 15، كيف عملها؟ بدي اعرف انا. جرانديزر. لا فعلا، يعني لما يحكوا كلام شوي، يعني المستمع يكون عاقل، يعني تحكوا لنا كلام كأنه، حتى بالافلام كرتون اذا طلعوا الاولاد يضحكوا عليه، يعني ايه الكلام، يعني شنو جن نور وما اعرف ايش من حجر، شو هالحجر هذا سوى نور؟ على كل حال، خلي يشوفونا هسه النور، هسه احنا ناس للأسف، يعني مفتحه واعيه، يعني اليوم الأفلام الأمريكية أبو الحكم، يعني الأفلام الأمريكية بتلاقي لما البطل بنجرح جرح، يعني نحن نتساءل، يعني معقول نحن إذا صارتنا جرح بسيط الألم يعني بيصل لراسنا، يعني ف لما بنشوف الأفلام الأمريكية وبقول لك البطل فلان والله ضرب رصاصة ولسه عم بيقاوم، أو انقطعت إيده ولسه عم يعني افلام خيال انسان، فهذا كله خيال انسان، يعني واضح خيال انسان. لي يعني تتخيل اللي ينقطع ايده يصير ملتهي بالنزيف اللي عنده، يعني والوجع والنزيف اللي عنده، له حال يجي يقاوم ولا يحارب ولا يقدر يعمل شيء؟ شو الكلام الفاضي هذا؟ بالضبط، يعني النزيف اللي بيطلع بياخذ كل قوته، يعني الدم اللي بيروح، الدم هذا كان يروح على مثلا يوصل الأكسجين للدماغ يوصل، فبيصير في حالة الانهيار، يعني انهيار مو بكيفه بغصب عنه، لأنه الأكسجين ما عم بيصل لدماغه تمام مثل ما كان بصحته، القلب عم بيضخ الدم عم بيروح، والألم، كمية الألم الموجودة، يعني شو هو أفلام كرتون، يعني ما يتألم ولا، يعني للأسف الشديد ناس كتير يعني بتصدق بهالخرافات أو ما بتحاول تفكر فيها، لأنه حيطين عليها الهالة القدسية هاي. صح. لعد نكمل، يعني انا بس اريد اوضح الاخوات والاخوه انه
انتوا راح تسمعون كثير من هالخرافات، يعني موجوده هالخرافات كل الاديان، وليس الاديان اللي يدعون انها من السماء، حتى الاديان الوضعيه كعباده الشمس، كعباده القمر، كعباده البقره ولا الفاره، كلهم يصنعون هاله حول اللي يعبدوه. واحد يقول لك البقره ما اعرف ارتفعت عن السماء، واحد قال لك سقى القريه بنص ساعه، واحد يقول لك مثلا الفاره كانت تلعب كاراتيه، يعني كل شيء يعملوا لك. يعني المهم فرفعوا ولا يدري انه من الاساس، فابصر القوم برقة تحت الحجر كانت تلتمع بصر الرجل، ونزى الحجر من يده فوقع في موضعه، وفزع الرجل والبناء. فلما ستر الحجر عنهم ما تحته إلى مكان، عادوا إلى بنيانها وقالوا لا تحركوا هذا الحجر ولا شيئا بحذائه. الصورة المكان اللي يدعون أنه حذاء، شو اسمه كان عليه إبراهيم، موضع حذاء أو هيجي. قال ابن إسحاق وحدثت إن قريشا وجدوا في الركن كتابا بالسريانية. شوف هنا كذب، إحنا ما نعرف ياهو اللي يصدق. اليهود أنا هواية راجعت سألت من مسيحيين، هل موجود إبراهيم أو في يوم من الأيام كان موجود بالمر على مكة؟ قالوا ولا شافه ولا مر عليه ولا قلنا له بالعين. منين جايبين هاي اللي يقولوا إبراهيم أسس القواعد البيت وما عرفه، هو وابن إسماعيل وبنوا الحجر الأسود وضعوا الحجر الأسود؟ قالوا هذا كله كلام فارغ، إحنا إبراهيم ما له أي علاقة، كان عايش بفلسطين أو وكان يروح على العراق أو فلسطين، قالوا السعودية ما جاء لها نهائيا. يعني المهم يردون الإسلام يحاول يلزق أي شيء كان من الأنبياء يجيبه إلى جانب الإسلام ويسوي له هالة إسلامية، وحتى يدعي أن إبراهيم كان حنيفا مسلما كتابا بالسريانية. فلم يعرفوا ما هو حتى قرأه لهم رجل من يهود، فإذا هو شوف الكذب، يعني جاء يهودي وقرأ لهم شنو مكتوب، فإذا هو أن الله ذو بكة، يعني بكة يقصد بها مكة يمكن، لأنه بالقرآن مذكور الذي ببكة يعني مبارك أنه يجي ذو بكة، خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض وصورت الشمس والقمر. شوف الكذب، على أساس هذا الرب الإله حط هذا الحجر أو وضع هذا المكان بيته يوم خلق السماوات والأرض. فكر شو وقت راح يجي محمد حتى يسوي الكعبة والناس يدورون حوله ويفترون مثل مخابيل. جماعة العبادة الأصنام كان يدورون من يسار إلى اليمين، دول صاروا يدورون من يمين إلى اليسار، يعني بس غيروا السيناريو ورجعوا الفيلم. يعني ما أعرف يعني ما أعرف شوكت يصحون ذول الناس. وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء. زين يعني شئت يعني الأملاك حنفاء ليش خليتهم أنت؟ أنت بعدك جديد صانع، لا أكو بشر ولا أكو أحد يضره، يعني من مين تحمي مثلا؟ من الشياطين؟ من إيش تحمي؟ ما أعرف يعني بعدك، حتى يعني آدم ما خالقه بعدك حتى تقول الشيطان يكره آدم ويعرف أنه هذا راح يعبدنا، يجي يأذي الحجر أو يرمي الحجر أو يكسره أو شيء، أو البيت ماله يهدمه أو يخرب به. يعني احكوا يا عقلاء مو يا مجانين. قال ربك حماها من ذاك اليوم. وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها، قال ابن هشام يعني جبلاها. مبارك لأهلها في الماء واللبن. إيش معنى الماء واللبن يعني؟ ما لأن ماكو عندكم غيره يعني. لا معروفة يعني، لو كان عندهم مثلاً عصير الكوكاكولا ما هذاك الوقت. أيوة بدي أقوله. كوكاكولتهم والبيبسي يعني، بس المشكلة ما في غير المي واللبن. طبعاً
يعني حتى العسل ما يذكروا لي، ما كانوا ببساطة يحصلوا يعني العسل، يعني انهار من عسل، ما تشوف انهار من خمر، انهار من عسل، يعني من ماء وماء غير آسٍ، يعني المي عذب ما بي ريحة او مثل ما يقول ميكروبات وساخة، يعني ماء مثل ماء زمزم يعني. المهم في عنا بسوريا كان نسميه ماء بقين، يعني مية بقين أو مية الفيجي. يعني امبارح تصور إله تاع هالوقت هذا، روح له لواحد ألماني أنت عبود الله وصلي وصوم وطوبز وقوم وقيام الليل وابكي مشان شو؟ مشان هذيك الدنيا تشرب مي نظيفة. صح. تصور واحد بريطاني تقول له مشان تشرب مي نظيفة، ولكن ما المي اللي عم بشربها هلا انظف من كل مياه زمزم وعمعم وقمقم وكل هالمياه هي. يعني فشي واضح انه كانوا بالصحراء مياههم وسخة متلوثة، فيوعدهم بمياه نظيفة، يوعدهم بالعسل لأنه ما كان في عسل، يوعدهم بالخمر لأنه الخمر مو بالسهل جيبوا خمر، يوعدهم بكل هالأشياء هاي والنساء والشهوات الموجودة، وحتى حتى حتى الثمار اللي ذكرها. يعني يا ريت كان ذاكر الكاوي، ولا في عندنا هون ثمرة سموها افوكاتو، ولا ثمار كتير الكرز مثلا. يعني ما ذكرنا غير التمر والتين والزيتوني وهالأشياء المعروفة لهم. يعني تفضل يا الحكم، تفضل. تعرف ليش يذكر دائما أنها أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن؟ لأنه قبل ما كان يفتق بذنهم أنه يجيبون حاويات شغلات يخبوا يحطوا فيها الماي ولا الخمر ولا شيء، يعني عندهم حافظات بسيطة، يعني جراكن صغيرة أو من فخار كانوا يعملوها، فكميات ضخمة ما كانوا يتخيلوا كيف يخلوه. فقال لك هو يلا جاي يجري المي، لا تانكي ولا أي شيء ولا ثلاجة ولا بطيخ حتى ما يقول المي بارد، يعني يجي النهر ماشي ويعبي منه، الخمر يعبي منه، يعني ما نفكر انه يعمل لهم حاجة مرتبة، يعني ليش نهر يعني تعملها بكل مكان موجودة وخلاص، ومو تقولوا بالجنة البشر شو بده يجي لأيده، أنا أريد نبذا من قدحا من النبيذ، يجي بإيده خلاص، مو تقولوا كل شيء يشتي واحد يجي بعد، ليش تعملوا النار أصلا؟ راح تسبحوا فيه يعني ولا إيش؟ ذكرتني صديقة امبارح حكت لي قصة هي عاملتها، فأنا ما أذكر مين هي لأنه ممكن هي ما تحب هالشيء، بس اذكر اللي سوته وانا خربت عليها من الضحك. قال كانوا جايين عندنا جماعه وانا كنت صغيره، يعني هي بعدي ما كانت تؤمن، هي صغيره. قال جاي عندنا جماعه وكلهم جايين لانه احنا ما اعرف مين جاي من الحج، بدنا نعطيهم مي زمزم. قال لازم نفضي من محل لمحل وما اعرف ايش، فانا اصلا عندي هاي كلها خرابيط هاي الاشياء، فجبت لهم مي من الحنفيه. قال جبت لهم مي من الحنفية والشرب وصار يقولوا الله مي زمزم طعمه غير شكل، صار يعيط. قال وانا عم جيب مرة ثانية امي شافتني صارت تحكي علي وتغلط علي، كيف هيك تسبي العالم تغشي العالم وما اعرف ايش، يعني شوف الحالة النفسية اللي مرقوا فيها، انه فكروا انه مي حنفية فكروا مي زمزم. كنا صغار حكم بقصة مي زمزم، أطفال يعني يقول لنا فلان جاي من الحج، خالك جاي من الحج وعمك جاي من الحج، نروح أطفال بدنا الراحة، هاي الراحة اللي يجيبوا لنا إياها. وإذا بتتذكر كان في مثل نواضير مصورات هيك تعمل هيك تقلب الصورة، أيوة صح 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 كانوا يجيبوا لنا إياها من الحج، فمن من ضمنها يشربونا مي زمزم. نحن نقول فبتعرف يعني القدسية حوالي مي زمزم، بيقول لك مي زمزم تفضل اشرب،
يعني تتوقع الطفل تتوقع انه راح يشرب شيء يساويه بطل جريندايزر ولا يساويه بابايا اذا لما بياكل السبانخ. فنقول اذا بدنا نشرب المي هي يعني معناتها شيء بده يصير. فالانسان طبيعته اذا متعود على نوع من المياه كل المياه بلاقي طعمه غير يعني. فشربت مي زمزم، يا الله مي هاي بطعمتها مي طيبه يعني، طعمتها بالفعل مي طيبه. و يعني بالفعل هداك الوقت بتلاقي هالقدسيه هاي اللي حطونا هن هي بتزحزح لحالها، يعني انه شو هالمي اللي صرعتونا فيها وما لها اساس بالصحه. على كل حال في بلندن يعني حللوها مي زمزم، طلع كلها اشياء تافهه، حاجات ما لهاش لازمه، قلت عادل امام يعني. ثاني اكسيد المنغنيز موجود، وثاني ورابع اكسيد المنغنيز وخامس اكسيد المنغنيز كله موجود جوا، يعني مياه غير صالحه للشرب. في اشياء مضره كمان فيها. بالضبط، مياه غير صالحه للشرب يعني. ما اعرف كنت ذكروا في ماده هي ما يصير تكون بدرجه معينه بالمي، نسيت اسمها غير اللي انت قلته. فهذا الشيء ممكن مع الوقت يؤذي الانسان ويسوي له سرطان يعني. يعني حللوه يعني المي، اولا يا ريت كان مي طبيعي يعني، طلع مي بمضرات يمين يعني، مو بس لو ما بي ضرر مي خالد، بس طلع بيه مضرة يعني، ليش نشربها؟ فعلى كل حال يعني هنا وصلنا إلى، يقول قال وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتابا فيه مكة بيت الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاث سبل لا يحلها أول من أهلها. قال وزعم ليث بن أبي سليم أنه وجدوا في الكعبة قبل مبعث محمد بأربعين سنة، إن كان ما ذكر حقا مكتوبا فيه، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، يعملون السيئات ويجزون الحسنات، أجل كما يجتني من الشوك العنب. الأمثال من زمان موجودة، ووقت محمد البركات تزيد على الكعبة. وأصلا كنتوا تلجؤون المسجد الأقصى يعني، اللي سواء كان بالسعودية أو اللي في فلسطين، احنا حكينا على الموضوع كثير. فرأسا سويتوا التجارة كلها تيجي على مكة، وسويتوا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لما سيطرت انت خلاص خليته على مكة، كل الشغلة التجارة يعني، في تجارة. وقال سعيد بن يحيى حدثنا المعتمر بن سليمان رقي عن يرفع الحديث إلى محمد قال وجد في المقام ثلاثة أصفح. في الصفح الأول إني أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر. هاي طبعا كل الخرافات اللي لقوها مكان اللي حكينا عنه بالسريانية مكتوبة. يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء وباركت لأهلها في اللحم واللبن. طبعا ما في لا كيك ولا أي شيء، لحم ولبن بس، حتى كيك ما كنتوا تعرفون تسوون. عقلكم وين كان يعني؟ يعني أنا طبيعي عقلكم ما كان يشتغلوا وما متطورين، لكن شمال تلومون على نظرية التطور اللي نحكيها يعني. قبل كانوا الناس بسطاء وما عندهم مخ وما يشغلوها. البشر يتطور يعني، هو هذا كله لما نقولكم أصل الإنسان منين جاي، هو هاي نظرية التطور. الاختلاف يبين 100 سنة 1000 سنة أكثر وأكثر. في الصفح الثاني إني أنا الله ذو بكة خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. يمكن بترته يقصد بها. وفي الصفح الثالث إني أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر وقدرته، فطوبى لمن أجريت الخير على يديه، وويل لمن أجريت الشر على يديه.
الخير والشر قاتلكم طبعا. بنوها حتى بلغ البناء موضع الركن فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحارروا أو تحالفوا. هاي صح شينا، بس إلى سبب إنه جاي أقرأها لكم مرة أخرى. دون حتى تحرروا وتحالفوا وعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دم، ثم تعاقدوا وهم وبنو عدي. شوف يعني هنا شيء جديد، انه يعني حطوا دم وممكن كانوا يتعاركون ويتقاتلون على مود حجاره يخلوها بمكانه. يعني شوف العقول وين كانت واصله، يعني حتى في وقت الاسلام. وتشوف هسه ثوب الله كل سنه يبدلوها، هاي الثوب الكعبه، يعني كانه يتوسخ ملابسه ويقول يشق حاله الله يحطوا له ثوب جديد. يعني مخكم ما اعرف، تعرف كم تكلف من ملايين هاي الثوب اللي يركبوه البيت هذا اللي تحته حجر صغير، كان البتاع النسائي، ما بدنا نقول الناس فاهمين، يعني هيك صايره. يعني هي اصلا كان لها سبب انه عامليها هيك، وحكيناه احد الحلقات. يعني اذا حد ما سامعه، قبل ما يعني يبدأ الإسلام كانوا النساء لما يجيهم الحيض أو يخلصوا من الحيض كانوا يمسحوا مؤخرتهم أو من أمام أو من الخلف، كانوا يتبركوا بهذا الحجر ويمسحوا بها بعد الحيضة. النساء كانوا، وانتوا جاي بهبلكم جاي تقبلون هذا الحجر. فالمهم رادوا يسوون معركة كبيرة من شان من يحط الحجر يعني. فاختصموا في كل ترفعوا وعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب باللؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. يعني محضرين نفسهم للقتال بس من شان يحطوا الحجر. فمكثت قريش على ذلك أربع ليالي أو خمسة. شوف يعني قصة كبروها وعظموها والله شنو مشان حجر يعني. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، ها كله مشان حجر، ها كل الاجتماعات والشيء مشان حجر، نخليه وين نخليه؟ يعني هذا لو تحكيه هلا لناس تقول لهم هيك شيء، في ناس هيك يعملوا، ما تقولوا عليهم مجانين؟ طب ليش قبل كانوا مجانين؟ مو مجانين ولا مجانين تعتبرهم؟ هي نفس العملية. يعني إذا أنا أجيب حجر أقول لك هذا مقدس، ما تضحكوا علي أنتو؟ الناس مو يجي يضحكوا علي؟ شو يجي تعملوا حروب ومشاكل مشان حجر راية مين يشيلها ومين يخليها؟ وكان عمايد أسن فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان عمايد أسن قريش كلها، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول دخل محمد. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد محمد 18 ذراعا، 18 ذراع، ما عارف يقصدون البيت اللي بانينا 18 ذراع، يعني عارف ما تغير. وكانت تكسى القباطي، ثم كسيت بعد بالبرور، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف طبعا بعد ما هدمها. يعني قلت: وقد كانوا أخرجوا من الحجر وهو 6 أذرع أو 7 أذرع. بس الحجر هلقد يعني صغير، ما بقى لا أذرع ولا شيء، يعني لأنه كل مرة لو يأخذها السيل وتتكسر، ولو يسرقوها، ومثل ما سرقوها القرامطة 20 سنة، والله ما عاقبون على فكرة، يعني عاقب اللي رمى عليهم كطيرا أبابيل اللي ما حدا شافها، لكن جماعة القرامطة سرقوها هي كلها، حجر أخذوها صار يتعبدوا عليها، هم مجانين كانوا، راح يتعبدون عليها بالبحرين. 6 أو 7 أذرع من ناحية الشام قصرت بهم النفقة، أي لم يتمكنوا أن يبنوا على قواعد إبراهيم، وجعلوا للكعبة بابا واحدا من ناحية الشرق
وجعلوه مرتفعا لئلا يدخل اليها كل احد، فيدخل من شاء ويمنع من شاء. يعني سوى له قوانين وشغلات انه مو كل واحد يجي براحته، يمكن كانوا عملوا فيها تيكت واحنا ما نعرف، يعني اي واحد بده يزور الكعبه يقص تيكت مثل ما هلا عاملين الفيزا السعوديه. يعني اني هل شو اسمه خلصتها اللي تخص الحجر، فاذا عندك اسئله تقدر تعرضها. في شخص اسمه محمد سليمان، محمد سليمان كان نازل مسبات، وعلى كل بلوك مهما كنت انت يعني قاعد عم تسب محمد ولا بكلمات فظيعه بصراحه تافهه مثل حكايتك، انا لن اسمح لك بهالمسبات هاي ولن اسمح لاي احد بهالمسبات هاي، وانا اعذروني اصدقائي ما شفته من قبل البدايه لانه كنت مشغول عم بوزع رابط الحلقه، فبعتذر اذا تم السيد محمد موجود. على كل غير مرحب فيك سيد محمد بمسباتك هاي، واذا تحب تلغي هالاسلوب هذا اهلا وسهلا فيك. على كل اسمح لي اضيف جان، يعني اني الاخوه بعض الاخوه يعني يعتقدون المسلمين انه احنا بس نعاقب لهم. انا امبارح عاقبت واحد من جماعتنا ما اريد اذكر اسمه، ملحد كان، يعني مسباته شويه مو منيحه كانت، فاني سويت له تايم اوت ونبهته، قلت له يعني انتبه على كلامك، مو تعتقد انه انت ملحد انه خلاص. انا يعني انت تجي اذا انت ملحد وتجي كل كلامك داخل التكست، اذا حقيقي انت ملحد ما اعرف ايش بفلان ما اعرف ايش، انتوا فاهمين يعني كلمات وسخه جدا ومبتذله. يعني انت ليش داخل التكست؟ انت داخل تناقش المسلمين او تقول ارائك حتى لو انت تغلط على هذا الدين. يا ابو الحكم انا ما اظن يكون ملحد، يعني انا متاكد انه هذا اللي مسلم ويستعمل التقيه ويستعمل حديث المعاريض، وطبعا بيعرف كلنا بنعرف يعني ما هو غريب علينا الثقافه الاسلاميه اللي في سبيل نصرة الإسلام ممكن الكذب يعني مباح له، فشفنا من بلال وهذا اسمه صبرا آل ياسر يعني، فبنعرف إن عاد وعدنا ولا إن عاد وعد، وهل هالأحاديث هاي بنعرفها كلياتنا، فالمسلم اللي جاي عفوا اذكرك بارح واحد دخل، اول واحد دخل ويسلم ومؤدب وما اعرف ايش اسمه، باسل راسل، وانت حتى رحبت بي، انا شفت تعليقك. عمل حاله كويس وماشي تمام للاخر. من قصة الحلقة انا ابقى اراقب التكست تقريبا 5 دقائق، في ناس من يخلص يعني مفكرين انه انا ما موجود او جان ما موجود يقول لك خلي اسبسب، شو عمل هيك هيك بامهاتكم بخواتكم ما اعرف ايش ويلا باي باي، فكر انه ما راح اشوفه. هو عم يكتب والحلقه خلصانه عملت له بلوك. يعني في ناس يدخلوا فعلا هم مسلمين ولسانهم زفر، في بعضهم يدعون انهم ملحدين، هذا اللي ارتقوا له، يدعون انهم ملحدين يغلطوا ويسبوا في سبيل ايش، يقول لك شوف الملحد لسانه قديش وسخ، بس داخل التعليقات من شان بس يسبسب بالمسلمين. يعني احذروا انه في هيك اشخاص، يعني هو يحاول انه يستفزنا ونرجع نرد له المسبه بالمسبه، وتفضلوا هذا دور الملحدين. على كل هو يا ريت اتمنى يعني يفرقوا بين النقد والشتائم، انا بتمنى يعرفوا الاخوه المسلمين ان نحن هون الشتائم هي ما بتعبر غير عن شخصيتهم وعن أفكارهم وعن أخلاقهم. يعني لما نحن ننتقد الإسلام، يعني أنا شو لي مع هالفكر الإسلامي، ولا أنا محمد ما بعرفه، محمد زلمة مات من 1400 سنة، هذا إذا كان موجود أصلا يعني، فأنا ما لي أي رابط معه. ولكن أنا اليوم لما أنتقد الإسلام انتقد الخراب اللي صاير باوطاننا، الدمار اللي صاير باوطاننا،
الانحطاط اللي وصل له شعبنا للأسف الشديد، يعني من ضمنهم أهلي وأهلك وكل هالناس هاي اللي بنعرفها، هاي يعني مستوى تفكيرهم أقل بكتير من مستوى تفكير طفل في دول أوروبية للأسف الشديد. يعني مظبوط. انت قلت لي يمكن عندك سؤال قبل ما عم في انتقل. سؤال سليبي عم بيقول: مرحبا أستاذ جان، ممكن الأستاذ حكمت يوضح نوع العلاقة بين محمد وعمه أبو طالب؟ رجعاً. اوكي، يعني هي شغلة يعني عبرناها علاقته بأبو طالب، ولكن بنقدر نجاوب عادي. يعني أبو طالب استلم عندك، تقدر تسوي الميوت جان، الصوت جاي أسمع نفسي. إيه، شكرا. علاقة محمد بأبو طالب كانت علاقة عم مغصوب إنه يعاشر ابن أخوه، لأنه لما توفى، طبعا احنا اصلا هو ما اعتقد ينتمي لهاي العائله، لانه هي 4 سنين بعد، يعني بعد ما تزوج محمد، يعني عبد الله بآمنة ام محمد، 4 سنين يلا اجى للدنيا، يعني معناته انه ابوه مو عبد الله 100%، لانه ما في انسان يبقى اكثر من، اتصور اقصى حد 10 أشهر في، ممكن الأم تموت والطفل يموت إذا بلغ الحمل أكثر من 10 أشهر. على كل حال كان ما إلى أي قيمة أو احترام. يعني القصص اللي يقولوها الإسلاميين علاقتكم كانت قوية ومهتم فيه، لهذا كلام فاضي. والدليل على هذا الشيء شغلتين: أبو طالب ولو كان معيشه من هو عمره 8 سنين معه، طلب منه بنت، طلب بنت عمه، لكنه رفض. أبو طالب ما أعطى بنت. ليش ما أعطى بنت؟ إذا هو كان يحبه ابن أخوه ومهتم فيه كان أعطاه بنت، لأنه ما أدري، يمكن بسبب أنه شكه بالأبوة، يعني أبوة هذا، أو حتى لو كان يعتقد، مو مهم. المرض اللي كان بيه محمد، المرض الصرع اللي كان فيه وكان يشاهده، راح اجيب لكم الدليل الثاني كمان. المرض اللي كان بيه محمد كان انسان غير طبيعي، ويحاول يتجنب الناس بالبدايه كان. فابو طالب ما كان واثق منه ولا يصدقه، حتى لما آمن انه، لما ادعى محمد انه هو نبي، ابو طالب ما صدقه، لأن هو معاش مكبره من هو صغير، ويعرف كل حركاته كل سكناته، وعارف كيف كان يرتجف وكيف يقع كيف يتمرض. وأكيد هو صغير كان يدعي شغلات، مثل ما عرضنا أنه شق البطن وطلعوا له قلبه وغسلوه، ما عارف إيش الكلام الفاضي هذا كله. إذا هو ما كان بعهده فسامعه أكيد، يعني أبو طالب هالحكي، فما كان يصدق الحكي. والدليل على هذا الشيء كان يترجاه ويتوسل فيه محمد: آمن يا أبا طالب حتى أخلي ربي يغفر لك في الجنة. فكان أبو طالب قال له: ما أنا ما آمن. يعني هو حتى لو ما قال بوبخة أو شيء، لكنه قال له بصريح العبارة: أنت كذاب، يعني أنت مدعي. ف يمكن ما قال مباشرة مثل ما أنا أقول، لكنه ما آمن بي، قال أنا ما أترك دين عشيرتي وش اسمه، مو لأنه عشيرته، هو لو واثق من ابن أخوه إنه إنسان صادق أو الأمين مثل ما يقولون، كان آمن بي ونطق الشهادتين، ولكنه ما نطق إلى أن توفي. حكمة بلا مقطوع لحديثك، يعني علاقة أبو طالب بمحمد، يعني أنا حسب ما فهمت من السيرة من هو، يعني أصلاً هو ما بعرف إذا يعني متبني، ويعني قالوا إنه عمه، بيقولوا بالكتب إنه عمه، ولكن هل يا ترى كان عمه حقيقة؟ لأنه أصلاً أبوه مو معروف، يعني كان مشكوك بنسبه لمحمد. جماعة قريش كانوا يشكوا بنسبه لمحمد، ف يعني كان أبو طالب أظن متبني فقط، يعني ليس أكثر ولا أقل، يعني
هن نسبوه لفقوا له اياه لابن ابو طالب يعني، ولا يعني عبد الله هذا يعني المعروف انه ابوه لمحمد. يعني لو كان هو ذات نفسه محمد ما وشكك بنسبه اصلا، كان غفر لامه يعني، هو الشفيع العالمين ولامه ما بقدر يشفع يعني. تصور الى اين الحقد لامه هو ذات نفسه يعني. صحيح. مسألة أنه عمل ومو عمه، إحنا حسب ما نعرف أنه عبد المطلب كان عنده عدة أولاد، من ضمنهم الحمزة والعباس ومحمد وأبو طالب. فيمكن عبد ال... يمكن أبو طالب كان يشك أنه هذا مو، لأنه أكيد كان شاكك بسلوك آمنة، لأنه ما معقولة هم حتى بعرفهم، ويعني مو طبيعي انه وحده تجيب بعد 4 سنين. ما اعتقد كانوا يصدقوا هذا الكلام يعني، واكيد كان يعرف عن مشي البطال لآمنة. كانت يعني روايات كثيره تقول انه كانت توضع الاعلام، اعلام يعني معناتها الطارقين يجون مثلا جايين كزياره الكعبه او شيء، يمارس الجنس مع النساء مقابل مادة، فهي كانت من إحداهن يعني. فأكيد يعني السنة الرابعة من وفاة عبد الله أحد الأشخاص يعني نام معاها أو شيء، وصار محمد يعني. مو إحنا ما نصدق هذا مال 4 سنين، ولا الأحاديث اللي تقول كلام فاضي وليس علمي، وحتى العلماء المسلمين لما يحكوها على خجل، ويحاولوا يتجنبوا هذه الأحاديث لأنها مضحكة وغير حقيقية. فأبو طالب أعتقد كان شاكك بأنه هو هذا ابن أخوه، من ناحية يمكن ما في شبه ولا أكو فد علامات تدل على أنه، وعدا مرض وادعائه وشغلات الكذب. فهذا دليل قوي أنه لكل المسلمين المفروض يكون انه ابو طالب اللي رباه ما امن فيه. انتوا فكروا بعد ليش ما امن فيه؟ اذا هو يريد يعتقد انه نبي ويغفر له بالاخره، كان اول واحد امن به، لكنه رفض يعني. حتى اعمامه يعني، اعمامه المقربين له على كل اي ابو لهب ابو ابو لهب ابو الحكم، لا 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 ابو الحكم ما اعتقد كان عمه، لا كان عمه، اظن كان عمه ابو الحكم. على كل في الاخ سوزان عم تقول اهلا جان، انا مش ملاحظه الكم الهائل من الحلقات ليل نهار، اعانتك الجلدش. اشكرك اختي سوزان ورحب فيكي بهالبرنامج. يعني نحن يوميا عندنا حلقه على الاقل، البث المباشر الساعه 2 بتوقيت لندن، بتكون اظن 9 او 10 بتوقيت القاهره، ما بعرف بالضبط التوقيت الشرقية حاليا، نسيانا شوي، بس توقيت لندن الساعة 8 يوميا عندنا بث مباشر، واحيانا بكون الساعة 5 كمان حسب اذا في عندنا حلقات زيادة، بس يوميا اكيد الساعة 8 عندي بث مباشر، لانه ما اقدرش من غيركم. على كل، في الاخ جاست ثينج عم بقول ارجو منك يا جان ومن ابن الكثير ان تناقش موضوع أحاديث القدسية في حلقاتكم القادمة، مهم جدا وعليه علامات الاستفهام تفضح محمد. تعقيبك أبو الحكم تفضل. طبعا الأحاديث القدسية يدعي محمد أنه جاي من الإله، ولكنه ليست آيات يعني. محمد كان لما يريد يسوي شغلة معينة ومثلا ما يصدقوا وما يقدر يجيب له آية مناسبة، يقول لك أنا حديث قدسي نزل علي قال لي الله كذا وكذا وكذا. وفيها طبعا الحديث القدسي فيها كثير من الخرافات يعني. الحديث حسب الإسلام يقول كل ما فعله الرسول من قول أو فعل أو إقرار. قول إذا محمد قال شيء يعني هذا حديث عن لسانه، وهو يعني ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى بالأحاديث يقولون يدعون حتى أي شيء يسويه يعني يعتبر يعني علامة من الله.
او فعل او محمد عمل شيء، هذا يسموه هم من يعتبر حديث باعتباره هو سوى، اذا فعل كذا اذا احنا نفعل معه وكذا. والاقرار يعني لما شاف محمد شيء يعني صحابه عملوا فاقره، اقره محمد وقال انه هذا الفعل صحيح او زين، فيسموه الحديث. والحديث القدسي طبعا همنا من ضمن يعتبر مقدس مثل الحديث والآيات القرآنية. ففعلا في مثل ما يقول أخونا جاست أنه في خرافات كثيرة بالأحاديث القدسية، إذا تسنح لنا الفرصة أكيد راح نشوف هذا القسم من الخرافات الإسلامية اللي يسموها الحديث القدسي. أكيد أكيد أخويا بالحكم. طبعا في معنى أخ جديد نزل على الساحة، هلا يا أخواني الأعزاء كيفكم داروين؟ طبعا رجعت نفس الأسطوانة، فلان أسلم وفلان وما بعرف الأمة الأمريكية أسلمت ونانتي أسلمت وجدي أسلم يعني شيء مضحك للأسف الشديد. جيفيري لانجا عالم الرياضيات الأمريكي الذي اعتنق الإسلام ويقوم بنشره في أمريكا، جدي المصيوبي بإجره كمان أسلم وعم ينشر الإسلام في كرم نانتي. طيب أنا شاهد، أنا شاهد على كل، على كل يعني أنا بتمنى الأخ هلا يا إخواني الأعزاء كيفكم داروين، أتمنى يعني عرفنا اللي تقصده، أتمنى يعني تتوقف عن يعني أخذنا المعلومة بكفي، يعني بتمنى ما تنشر أكثر، يعني خلاص أخذنا المعلومة وعرفنا أنه أمريكا صارت مسلمة كلها وأوروبا صارت مسلمة، ولكن رغم ذلك سندعو إلى هدم الإسلام ولن نتوقف حتى نهدم الإسلام لأنه هو من هدم بيوتنا وأوطاننا. رياض رشيد عم بيقول آخر من أسلم هو الدكتور استوس. رياض عمول محمد أسلم ومعه علي أو أبو بكر بالضبط. تصور شيطون عم بيقول تصور حتى جان برو أسلم يعني. شفناك لابس الغطرة وعاملي لك فوتوشوب. تعال نطلع لهم الصورة فرجينا، أكد لك يعني أنه حتى أنا أسلمت، يعني أخونا الجديد هذا على الساحة. فأتمنى يعني المعلومات هي أخذناها ووصلتنا، أتمنى يعني بكفي يعني ما في داعي تقولنا إياها مرة أخرى. يعني أشوف وين صار هذا، بصراحة راحت مني تفضل. على كل حال أنا راح أبرهن له أنه كمان جان برو أسلم، بس تفضل بالحكم أكمل بحديثك وأنا راح أرجع له. أوكي وصلنا إلى فصل تعظيم قريش للحرم تعظيما زايدا أدى إلى الابتداع، ابتداع يعني البدع أعتقد. وذكر ابن إسحاق ما كانت قريش ابتدعوا في تسميتهم الحمس وهو الشدة في الدين والصلابة، وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زايدا بحيث التزموا بسببه أن لا يخرجوا منه ليلة عرفة، وكانوا يقولون نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله، فكانوا يقفون بعرفات مع علمهم إنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة الفاسدة، وكانوا لا يدخرون من اللبن أقطا ولا سمنا ولا يسلون شحما وهم حرم، ولا يدخلون بيتا من شعر، ولا يستظلون إن استظلوا إلا ببيت من أدم، أدم يعني الحجر. طبعا السبب اللي خلاني أقرأ هذا الشيء أنه محمد لما إجا سوى كافة الشغلات اللي كانوا يسووا اللي يعبدون الأصنام. هم كانوا يدوروا من يسار إلى اليمين، هو إجا غيرها سواء من اليمين إلى اليسار، مبيت في هنا وهناك في عرفة أو غيرها،
فما كانوا يفعلوه وفعلها، في أشياء هم كانوا يفعلوه وما فعلها، يعني شوية غير بالخطة مثل ما يقول، وسواها الشعيرة النفسها، الشيعة كانوا ما يأكلوا وما يتقربوا منها، هو كان طفل يأكل كل شيء يعطوه، فقال لك لا ما في شيء حرام وشحم وما أعرف، أكلوا أي شيء، حتى فيها آية هاي يعني وأكلوا واشربوا، يعني أوقات بالحج يعني لما يتحركون وشغلات، كانوا بالحج يمشون عرايا يدورون حول الحجر الأسود، هو شو عمل؟ عمل لبسهم نص عرايا مثل ما يقول يعني، فهو هذا يعني من يعني ليش ما سوى هذا الإله يتفقد إلى ذهنه، يعني يقول أنت خاتم الأنبياء خل أسوي لك فتشي خاص لك بيك، لا كل نفس الشيء وقلد، شلون أفلام أمريكية والمصريين يجون يعملوا عليه فيلم، يعني نفس الشيء اختلافات بسيطة يسوون بيها. وهذا اللي فعله محمد، يعني هنا جاي يذكر لك كان بعض الشيء يسووه وما سواه، هسه راح نقرأ. وكان يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين ان ياكلوا من طعام قريش، ولا يطوفوا الا في ثياب قريش، فان لم يجد احد منهم ثوب احد من الحمس وهم قريش، وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عريانا ولو كانت امرأة، يطوفوا عريانين. ولهذا كانت المرأة إذا اتفقت طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها لما تخلص الطواف تضع يدها على فرجها، تعرفون الفرج، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وبعد هذا اليوم لا أحله. تشعر همينة اليوم راح يبين هالشي، بس وراها بعد ما خلي يبين شي. فإن تكرم أحد ممن يجد ثوب أحمسي فطاف في ثياب نفسه، فعليه إذا فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك، يعني الثوب اللي يلبسوه يطوفون به يذبوه بعد ما يلبسوه، وليس له ولا لغيره أن يمسها، يعني شوف حتى الثوب اللي لابسه أنت تخاف تمسه يعني. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقي أو اللقي، يعني برا ما طفت وايد تخليه بعد ما تمسه، يعني ما أعرف ليش ما تمسه صراحة، ما أدري يعني، لا ضايعين وايد ثياب كانوا. قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما ابتدعوه، فقال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي جمهور العرب، من عرفات. البقرة 199، يعني محمد غير فيها بعض الأشياء. وقد قدمنا إن محمد كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه توفيق من الله له، وأنزل الله عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس، هنا الآية مذكورة، كانوا بعض الملابس أو بعض الطعام كان ما يحلوا النفس. محمد بالبداية كان ما عنده يعني ياكل ويشرب، وين كان يقدر يشتري ثوب ويذبه وما يستعمله، فقال لك الأكل حلال والملابس تبقى نفسها. وأنزل عليه فيما كانوا حرموا اللباس والطعام على الناس: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا الأعراف 31-32. المهم محمد غير بيها، صار يأكلون يشربون براحتهم، يعني محمد سوى شغلات خفيفة غير بها. وقال زياد البكائي عن ابن إسحاق: ولا أدري أكان ابتداعهم لذلك قبل الفيل أو بعده، يعني أنت مهتم هالشغلة على أساس. طبعا أنا مختصر كثير شغلات لأنه كله إعادة وشغلات من أبو الحكم، خلينا نشوف جان برو، حتى جان برو أصلا يعني أنا خلصت هاي الوقت أجت، يعني أنا خلصت وصلت إلى مبعث محمد. تمام. نحن على كل راح ناخذ شويه اسئله كمان اصدقائي، وانا بتمنى ممكن اتصالاتكم تتصلوا فينا. بس تاكيدا للاخ الجديد اللي داخل انه جان برو حتى ذات نفسه اسلم، يعني خلينا نشوف
الصورة التوضيحية اللي جان بره على أسلمت جان بره دقيقة لازم واحدة. لازم نسجد كلنا. أظن هاي الصورة أو لا لا آسف، هذا أنا. طيب دقيقة واحدة وأكون معكم. جان بره بشحمه ولحمه مسلم يعني. تفضلوا أصدقائي الكافر الزنديق. يا ريت تعمل ميوت أبو الحكم مشان تبين الصورة يعني، لأنه إذا بتحكي أنت بتطلع صوتك. أصدقائي شايفين الكافر الزنديق جان بره حتى صاير مسلم، فأنا أؤكد للأخ الجديد اللي كاتب جريدة مساوي اسمه. على كل أهلا وسهلا فيك مرة أخرى يعني ببرنامجنا، وأؤكد لك أنه أنا صرت مسلم، فما ولا يهمك، الكرة الأرضية كلها أسلمت ونحن معك، ولا نكذبك نهائيا، نصدقك بكل معنى الكلمة، ونصدق دعاية السعودية وبترول السعودية وكل الدعاية اللي بسموها بالغرب بروباغندا، بنصدقها وما في أي مشكلة. ولكن يعني أنا بتمنى منك يعني كفاية بقى، يعني كفاية بقى، فهمنا خلاص يعني، حطيت مرة لا تحط، بكفي يعني، المعلومة أخذناها. على كل إن نشوف بعض الأسئلة أخوي أبو الحكم. هل محمد بهاي من الأخ سعيد عمر عم بيقول، هل محمد كان يمارس طقوس السحر مثل الرقية الشرعية؟ أنا الصراحة ما ورد علي أنه محمد استعمل نوع من السحر، لكن كان يقرأ عليهم آيات أو هكذا أشياء. يعني هو كان بالإسلام حسب ما يدعون أنه السحر حرام وإلى عقاب وإلى إيش من الله، فمحمد خصوصا بعد ما سحروه يعني حسب ما يدعي، احنا كل السحر ما يعني ما له اي قيمه عندنا، كلمه السحر وفلان انسحر ولا ما انسحر. ف على اساس محمد فتره من الفترات احنا نقول بعد ما اثبتنا بالدليل والبرهان ان محمد كان مصاب بمرض صرع الفص الصدغي، انه اللي عنده المرض ممكن ينسى، ممكن تتوه عليه امور شغلات، ممكن يعمل اشياء يعتقد انه ما عملها او ما عملها واعتقد انه عملها. فبهاي الفتره اللي كان فيها مريض اعتقد انه عملوا له سحر يعني، فهو كان ضد السحره والساحرين، وحتى جاب صوره الناس، قل اعوذ برب الناس ملك الناس. المهم ما اريد اكملها، حافظها بس ما اريد اكملها لانه التفاهه بتفاهه. المهم فكان، لا انا لم اسمع انه مارس السحر، لكن كان يعتقد انه بعض الايات تمنع عنك السحر او هكذا اشياء. أشكرك أبو الحكم. طبعا أصدقائي للأخ أي إنذار كمان للأخ، هلا يا إخواني الأعزاء كيفكم داروين. طبعا المنتج الفيلم كمان أسلم وفلان أسلم. على كل أنا لن أسمح لك بإضافة أي أسلمة جديدة، فإذا بدك تحط أي أسلمة جديدة أنا راح أعمل لك بلوك يعني. فأنا آسف كثير على التصرف، ولكن يعني أنا أعذر من أنذر يعني مثل ما بقولوا. على كل الأخ جاستينك عم بيقول له أردت لو تعدل عنوانك قبل ما تطلب من جامعة، يا ما بعرف شو بدي، قول اسمك إخواني داروني بالفعل يعني على هو بس هيك تعدل. عم بيقول سؤال كامل، سؤال للملاحدة، أنتم لا تملوا من هالكلام، أي حاطط علامة استفهام، كل يوم تعيدوا نفس الكلام، ليس أفضل لكم أن تتكلموا عن العلم يعني؟ طيب أنا أخي يعني ما بعرف والله، والعزة والكل اللي ممكن نقسم بهم، لو كنت أفهم العلم صدقني لا 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 أمطرتك بوابل من العلم، بس المشكلة أين العقول التي تستقبل العلم؟ يعني أنا متأكد اليوم نساوي
حلقة عن العالم المشاهدين أمثالك لن يكونوا موجودين نهائيا، يعني لن يكونوا موجودين بكل صدق. يعني نحن نقول لك روح أول شيء اقرأ كتاب شو هي الشمس، بعدين تعال وتناقش بالعلم، بعدين ما بتملوا من هالكلام ليش حتى الملك؟ يعني كيف بدي أمل أنا؟ أنا بدي أقول لك اليوم لما أشوف أخي موقوع في الأرض وصائبته قذيفة شظية من قذيفة، يعني برأيك إذا ما لقيت الدواء هل سأمل من شيله وأخذه والعناية فيه؟ يعني بدك إياني أمل أشايف بلدي عم تحترق وأمل من هالكلام هذا؟ ليش أنت ما بتمل يوميا 5 مرات طج ركع نفس الكلمات، تبت يدا أبو لهب ومسبات لفلان ومسبات العلان، ليش أنت ما بتمل؟ ليش أنت ما بتمل من كلمات تافهة بخرافات تافهة بوهم بكل هالأشياء اللي لا بتقدم ولا بترجع؟ يعني ليش أنت ما تمل؟ بدك إياه نمل، أنا ما رح أمل لأنه هذا بلدي، هي أهلي، ناسي، مغيبين. تعرف شو واحد أهله وناسه مغيبين لما بشعر بالحرقة؟ هدول اللي بتحبهم وعايش بيناتهم وتربيت بيناتهم عايشين عم بيقتلوا بعضهم، هل سأمل؟ والله أنا شايف 2 أخوتي ما بيحكوا مع بعض وزعلانين من بعض بسبب خرافة، بدك إياني أمل؟ لا لن أمل طبعا. أنا رح أكرر نفس النهار أنه محمد كان يفاخذ الطفلة، وراح أكرر نفس الكلمات هاي كل يوم حتى تدخل في عقلك وتفهم أنك أنت عم تقدس خرافة، وأنه أنت عم تقدس واحد يعني بالمصطلح الحديث ديوس قواد. أنا ماني هون لأجرح فلان وعلان وأحكي عن فلان، محمد مات من 1400 سنة لا أعرف ولا يعرفني، ولكن تعاليم اللي موجودة حاليا دمرت بلدي، دمرت ناسي، دمرت أهلي، ولن أمل ولا لحظة واحدة حتى أموت. وأنا بعرف، أنا بعرف حق المعرفة، كتير ناس عم بتدور علي وأمنيتها تشوف راسي محطوط على ظهري، ومع ذلك ما رح أمل، رح أتم بنفس الكلام أحكي حتى أنت وغيرك يفتحوا عقولهم ويعرفوا أنه خراب أوطاننا أجت من هالخرافات هاي. تفضل أبو الحكم إذا في عندك أي تعقيد عليه. طبعا عندي تعقيب، يعني هذا الأخ مثل ما يقول قال كلام يعني مفروض نرد عليه، يعني وهو مثل ما يقول جابه نفس هذا الحكي، يعني بالإضافة للكلام اللي قاله أخويا جان. طبعا أنت، أنا أردت أقول الكلام اللي قاله أخويا جان بس زين، اللي قاله أنه أنت تريدنا نمل من تبصرة الناس. طيب أنت ليش ما تمل مثل ما قال أخويا جان، أنه أنت يومية تقرأ نفس الآيات، يومية نفس العبادات، يومية نفس الصور، حتى أنت ما حافظ منها غير شغلات بسيطة من جزء عمة الأخيرة وتكررها وبس على السريع كيف ما كان. أنا كنت أسأل أخواتي عندكم أنتوا خشوع لما تصلوا؟ قال لا، إحنا كل مشاكل الدنيا نحلها بالصلاة، يعني أثناء الصلاة تجينا كل الشغلات، المهم نعبر بس نصلي وخلص. فأريد أقول هذا الأخ، إحنا ما نمل لما حياتنا تكون بخطر. شوف اللي الناس التافهين اللي يدعون إحنا نركض وراء دولارات وما أعرف إيش، أنا بنفسي لا أقبض أي شيء، لا شيء، صفر، ولا أعترف بالفلوس ولا أريد الفلوس. أنا خسرت يعني علاقة أخي بي وأهلي، علاقتي بهم نص نص، وممكن في أي لحظة يقاطعوني يعني. فإحنا ما نسويها حتى نزيد الكره الناس إنه والله شنو عاجبنا إحنا الشيء، لا، إحنا نهد حياتنا مهددة بخطر. ليش حتى إحنا نوعيك نقول لك
الاشياء اللي انت ماشي بيها غلط، واحنا فعلا ما جاي نكرر نفسنا. يعني اليوم تلقيني احكي على الايات الخرافيه، يوم تحكيني عن محمد من الالف الى احكي ايات ارهابيه، اصدقائي يحكون عن العلم. الحكم الاخ كمال يعني شوف على 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 على, على سذاجه فكره، على بساطه فكره، يعني شيء بصراحه يعني مخزي انه يكون تفكيرنا لهالدرجه هذا، يعني كثير بسيط. شو عم بيقول كمال افندي؟ عم اقول اذا يلي دمر سوريا، طب اكتب اول شيء مثل الخلق مشان نعرف شلون عم تكتب. اللي قصده اللي دمر سوريا هو الفكر العلماني الاشتراكي البعثي، والدين ليس له علاقه. كيف يعني حبيبي؟ يعني فهمني، يعني نحن بسوريا، اذا انت سوري يعني نحن بسوريا بنعرف العلويه هن الحاكمين البلد. تعرف شو معنات علويه؟ يعني اتباع بني علي، بني علو، اتباع علي بن ابي طالب. يا لثارات الحسين، هن لحد هالساعه هي بدهم الخلافه الامويه اللي بدمشق، مركز الخلافه اللي بدمشق اللي الحسين كان عم بيحارب عشان ياخذها، كان عم بيحارب بني اميه عشان ياخذ الخلافه. لحد هالساعه هي، وانت بتعرف وانا بعرف بسوريا المساله مساله سني علوي. البعث والمعس وكل هالتفاهات هي غطاء فقط، حاطين وعلمانيه واكل هوا، وهذا كله غطاء ليس الا يعني واجهه يختبئون وراها، ولكن تجي على ارض الواقع اللي انا وانت عايشينه علوي سني، علوي سني. وهلا عم بيرحلوا ناس من حلب حتى يسووا مدينه شيعية ولا مدينة علوية ولا شو من كان، المهم يكونوا سنة. هاي هي قصة الصراع بسوريا. شو بدك تضحك علي؟ يعني بعثي، شو بعثي علماني اشتراكي؟ شو يعني هدول اشتراكيين؟ هدول بيعرفوا العلمانية؟ هدول دول علمانية؟ بدك تروح شوف أوروبا علمانية، السويد علمانية، ما بتلاقي فيها والله علوي وسني عم بتحاربوا، ولا كاثوليكي وارثوذكسي عم بتحاربوا. هدول دول علمانية، هاي بريطانيا علمانية، هاي سويسرا علمانية، هدول الدول علمانية. ولا نظام مثل نظام البعث بدك تساويه علماني؟ ايش جاب العلمانية لنظام البعث اصلا؟ شوية عروبيين. يعني العروبي بتعرف شو معناتها؟ لما بقول أمة عربية واحدة يعني قمة العنصرية الشوفينية العربية. شو له علاقة بالعلمانية؟ شو اللي جاب العلمانية اصلا لهدول الأوباش، هدول اللي بسموه حالهم عروبيين؟ البعث العربي الاشتراكي، الاشتراكي لزقوه مشان بس ياخذوا بركات الاتحاد السوفيتي ويدعموهم بالأسلحة. شو فيهم اشتراكي؟ وشو الاشتراكية أصلا؟ يعني اشتراكية كل أكل هوا بأكل هوا، يعني شو الاشتراكية؟ كتير شغلة عظيمة يعني. فكر، الصراع الأساسي هو علوي سني، الصراع الأساسي هي امتداد لمعركة الجمل. بني علو بدهم السلطة، وبني عمر بن الخطاب بدهم السلطة، وهذا اللي عم بيصير بسوريا بالعراق باليمن بكل هالبلاد. هاي إيران من طرف تدعم الكل، والشيعة والعلوية وكل هالعالم هاي، والسعودية من طرف عم تدعم الكل، تدعم تركيا، بتدعم طبعا قطر، مع بتدعم الاخوان المسلمين، الاخوان السعاديين، كل الناس. ففتحوا عقولكم شوي، فتحوا. انت اذا كنت سوري اكيد بتعرف شو قصه العلويه، وبتعرف شو قصه السنه. يعني بتعرف لما كنا نروح على الجيش كنا كلمه القاف هي نقولها قال، وقلنا مشان يعني نتشبه بالعلويه، لانه هن مسكين السلطه. انت بتعرف الشيء وانا بعرف هالشيء، كلنا بنعرف هالشيء. جاي هلا عم تقول لي بعث وما بعث، هو البعث هو غطاء ليس اكثر ولا اقل. استلم البعث بالعراق وبسوريا لانه البعثيين العراقيين كانوا سنه، انفصلوا عن البعثيين الموجودين بسوريا لانه العلويه طبعا الماسكين البعث، انفصلوا وصاروا عداوات
وتفجيرات وأعداء إلى أبعد الحدود. حتى صدام حسين المقبور، هذا صدام وقف بمؤتمر فاس بالجامعة العربية أظن، قال له لا حافظ أسد أنت ما لازم تكون معنا. ليش؟ لأنه علوي مو سني، ولا له علاقة الاشتراكية وهالعلمانية وهذا كل الأنظمة العربية، ليس لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالعلمانية. أنظمة تافهة، أنظمة إسلامية بغيضة وضيعة، وكل دساتيرها تعتمد على الشريعة الإسلامية البغيضة هاي الوضيعة. اسمح لي جان، تفضل. يعني هذا الأخ اللي حكى كمال أنا عارفه بالتكست هذا، يعني أنت تريد تغطي الشمس بالغربال، يعني أنت تريد تفهمنا إنه حزب الله اللبناني اللي يحارب بسوريا هذا بعثي؟ تريد تفهمنا حزب الله العراقي اللي موجود هذا بعثي؟ تريد تفهمنا حزب الله الإيراني أو الجماعة الآلاف الإيرانيين اللي يقاتلون بإيران شو اسمه بعثي؟ تريد تفهمنا إنه النصرة وداعش وجند الخلافة وأحرار الشام والبطيخ دول كلهم بعثيين؟ الخلاف كله خلاف إسلامي شيعي سني علوي، هذا هو هذا الخلاف، سواء كان باليمن سواء كان بليبيا سواء كان بالعراق سواء كان بمناطق الصراع اللي في لبنان اللي يصير بين فترة أخرى، يعني هاي كلها صراعات إسلامية إسلامية. يعني إحنا نريد، إحنا هو هذا هدفنا، إنه تشيل كلام الفارغ من راسك شيعي سني ولا ايش. بعض عاملي لي صفحات ضد الطائفية، ما بتنفع هاي ضد الطائفية، لانه اصلا الناس ضلت الشيعي يضلوا شيعي والسني يضلوا سني ولا يتجوزون بعض ويصيروا يكرهوا بعض. شوف الفهمان ايش عم بيقول. يعني انا بصراحة يعني صدقني يعني اسف انه في هيك تفكير لهالدرجة. يعني قال بدك تفهمني انه بشار الاسد اسلامي ويتبع السنه؟ لا ما يتبع السنه، اكيد هو مسلم ان شئت او ابيت، وعلوي علوي يعني من اتباع علي بن ابي طالب، هذه بدي افهمك اياه. ما هو سني؟ اكيد ما هو سني، طبعا ما هو سني. انت السني، انت اللي مفكره ما هو مسلم، هو فكرك ما هو مسلم، انت بتكفره هو بكفرك، اثنين تكون مسلمين اتباع محمد. يعني إن كان أنت تبع علي بن تبع عمر بن الخطاب وأبو بكر، هو تبع علي. ف يا ريت فتح مخك، يا ريت فتح مخك. يعني كأنه بسمعك. العلوية غير الشيعة، والشيعة لا يعتبرهم شيعة أبدا. لا سيدي، هن فرقة من فرق الشيعة العلوية، لا تقلي هن مسلمين وفرقة من فرق الشيعة. على كل حال خلينا نرحب بأخونا جانو. أهلا وسهلا جانو. تحياتي حبيبي جان لك ولمفسرنا أخي الكبير أبو الحكم، وتحياتي لجميع الأصدقاء الموجودين في شاد. طبعا بحكمي كثير كأنه عايش مثل ما قال أختي العزيزة نسرين، أنه عايش في كوكب ثاني، عايش بالقرون الوسطى. هو هذا هو. إذا ما بتعرف شنو هي السنة والشيعة، عندما يصوبون الكلاشينكوف على راسك ويسألونك السؤال الشهير انه انت سني ولا شيعي، حينها تعرف القيمة. صح، مدى الروليت سؤال الروليت هذا. مش نظام ديكتاتوري مثل صدام او حافظ اسد او حسني مبارك او كل الرؤساء والملوك الدول العربية العلمانية. هو عندما يكون أنت المسلم أقلية مثلا في دولة مثل الهند وتأخذ كل حقوقك مثل الهندوسي والبودي واللي ما عنده دين والزردشتي، يعني في أكثر من 100 طائفة يعيشون في داخل الهند وما عندهم إشكال مثل ما أنت تشوف هذا الإشكال. وهونيك تقول بتوصل انه يطبقون العلمانيه مشان انت اقليه، لكنك انت نفسك لا تقبل انه تطبق العلمانيه في مصر. مع العلم
المهم يعني انت هونيك تقول انه لازم تكون الشريعه الاسلاميه هو المصدر الرئيسي لكل تشريعاتي، لكن في ذاك الدوله الثانيه تتبجح انه تتوسل انه يطبقون العلمانيه. العلمانيه ليس بنظام ديكتاتوري، شفنا يعني لما كانوا بيحاكموا صدام كان جايب القران معه في المحكمه. هل هذا هو العلمانيه؟ العلمانيه لما يكون صاحب فكر انه يكون مستعد انه يقاتل من اجل هذه الفكره ولا يتخبى مثل الفئران. بعدين العلمانيه قال لك شغله، العلمانيه ما بقعد على الكرسي بلزق فيه جانو، يعني هلا بشار الاسد وابوه المقبور هذا حافظ بطيخ يعني صار 50 سنة ولسه بدهم. اي علمانيه؟ عن اي علمانيه؟ العلمانيه فرجيني رئيس علماني مثلا بدول اوروبيه بامريكا بكندا باستراليا طول 40 50 سنه. اي علمانيه عم تحكوا عنها؟ ولا علمانيه قذافي ولا علمانيه صدام ولا علمانيه مبارك ولا علمانيه السيسي ولا علمانيه كل هالديكتاتوريات هدول؟ يعني عن اي علمانيه عم تحكي؟ العلمانيه كل 5-6 سنين بتغير رئيس، بتتغير حكومه، بتتغير حكومه على ابسط الاشياء. نحن دمرت البلد وانتهت البلد ولسه على الاخ ملزق بهالكرسي هذا ما بده يعيفه. يعني شو العلماني فيه هذا بشار الزفت هذا؟ مش فقط بشار، يعني كل دول بالضبط سيستم. يعني الألمانية هي اللي بتحفظ حقوقك انت كأقلية من ايدي الأكثرية اذا بيكونوا اي شيء تاني. صح. فالمشكلة في عقليتكم وفي كيفية تفكيركم وفهمكم السطحي للدين. يعني هذا الدين اصلا شرب عليه الدهر، يعني ولا خلاص اكل الدهر عليه وشرب وعمله يعني بالتواليت وراح وما بقى يبين يعني اصلا. اذا انت ما بتقدر تميز الصواب من الخطا فانت بحاجه الى ان تروح الى دكتور نفساني، مش الى انه تروح تقرا الكتب مشان تمنعك انه لا تسوي اشياء خاطئه. هو بحاجة بس يغير نوعية القراءة، بدل ما يقرأ برياض الصالحين ورياض الطالحين وهالكتب الصفراء اللي لا تثمن ولا تغني من جوع، يروح يفتح له كتاب عن نشأة الكون، نشأة الشمس، نشأة الأرض، شوي يفتح مخه. يعني هذا المطلوب منه، يعذب حاله شوي ويكسر خاطره ويروح يقرا له شوي بالعلوم اللي صايره بالنانو تكنولوجي، يشوف الناس وين وصلت ونحن لساتنا في هل اشخاخ الجمل بيفيد ولا ما بيفيد ولا هذا فلان حرام وهذا حلال وهل هالبطيخات هذول ولا ادخل بإجر اليمين على التواليت ولا ادخل ببطيخي الاسرى. يعني شيء مقزز بصراحه، افكارنا صارت مقززه للاسف الشديد. اشكرك جانو، اشكرك حبيب جانو. هذا شخص ثاني كنت اكتب يكتب انه فلان دخل للاسلام، انا قدامك وكلياتنا من خلفيه اسلاميه، ليش ما بتحكي علينا احنا اللي خرجنا من الاسلام؟ يعني ليش تحكي على الاشخاص اللي ما بيعرفوا الاسلام شنو معناته اصلا؟ انت فقط تروح تفرجي اشياء، يعني فقط تجمل الاشياء وما بتروح يعني تقول انه في سوره النساء وما بتقول شو داخل سوره النساء موجوده، وما بتروح تقول انه سوره الاحزاب شو فيها من الوقاحه والحقاره. بعدين تعال احكي. تحياتي لكم وبحبكم. شكرا جانو، شكرا حبيبي. انا عم بدور عليه حتى اعمل له بلوج بصراحه، لانه رجع حط على كل إن انا ما عم بشوفه، هربت مني فين يا ابني. على كل الأخ فري ثينكر عم بقول حبيبي جان الربع أقل مما تتصور، صدقني لا يعرفون معنى علماني ودليل مثل تعريفهم في الإلحاد غباء وتخريف وعدم مبالاة. بكل تأكيد يعني جبته لهذا، حتى في بلجيكا صار اسم محمد أكثر الأسماء. طيب يلا خلينا نعمل لك بلوك، وأسفين نحن ما لازمنا تخاريف، وإذا بدك تدخل بأدبك وقلنا لك وصلتنا المعلومة ما بدنا أكثر، يعني بكفي. على
على كل أصدقائي، يعني الوقت الحلقة تقريبا انتهى، ولكن في أسئلة كمان. يعني طبعا ناسرين عم تقول لي في واحد كمان جان، بس بدي أعرف، خليني ألقطه. على كل أصدقائي، أنا سويت منتدى للصفحة الجهر بالإلحاد، منتدى على جوجل. أنا أتمنى، وطبعا الرابط موجود تحت الفيديو بالدسكريبشن، أنا بتمنى من كل الأصدقاء أنه يشاركوا فيه، يشاركوا بالمنتدى. حتى يعني بصراحة أنا جديد على منتديات جوجل، فأتمنى منكم شاركونا ونصل لأكبر عدد من الأصدقاء. وطبعا مثل ما تعرفوا قناتنا حتى جديدة كمان، شاركونا القناة مع الأصدقاء وشاركونا المنتدى هذا، حتى نقدر نوصل صوتنا لأخوتنا، لناسنا، لأهلنا اللي عم بتقتلوا ليل نهار، إن كان بكل العالم العربي خلينا نقول، يعني أو حتى العالم الإسلامي. يعني أنا ما عم بحكي على سوريا والعراق فقط، يعني ولا اليمن والليبيا وكل هذه البلدان اللي تصير فيها مشاكل. بالعكس، كل إنسان ينطق بالعربية يفهمنا، إذا وصلنا له فكرنا وقدر بس يفكر مثل، مو مثلنا، يفكر بالكلام اللي عم نقوله، هاي تكون وصلت رسالتنا، حتى الناس تبدأ تفكر. لأنه كف واحدة ما بتصفق، بدنا الناس حوالينا كفوف كتيرة حتى تطلع الصفقة حلوة، حتى نصل لمرحلة نفهم أنه نحن في مرحلة انتقالية بين الخرافة والعلم. القرن هذا هو مرحلة انتقالية بين الخرافة والعلم. الخرافة انتهى وقتها، ونحن في عصر الانترنت. الانترنت لازم يوصل صوتنا للناس المغيبين حتى يوعوا ونفكر بمستقبلنا، مستقبل أطفالنا. في سؤال لك أخوي أبو الحكم، بصراحة أنا ما سجلت مين السائل، ولكن السؤال عن بلال الحبشي. كان السؤال عم بيقول يعني ليش بلال الحبشي ما تزوج واحدة من الجميلات من أهل مكة أو من أهل يثرب وتبع. تفضل. بلال الحبشي كان هو ما يعني كان تحت أبو ابن أمية، أتصور كان هو اللي جوا، أو أمية بن خلف عفوا، هو كان عبد عنده، فمحمد هو اللي على أساس حرره. طبعا بلال ما عنده غير حل إنه يلجأ لمحمد حتى يخلص من مثل بقية الصعاليك اللي لجأوا لمحمد. لكن ليش ما تزوج؟ صراحة أنا ما قاري عن قصة حياة بلال شيء الكثير، لكن نعرف أنه على أساس محمد جابه وياه وخلاه يأذن، ولا هو من الحبشة، يعني من أطراف الأثيوبي أتصور، فلا أعرف عنه الكثير، تزوج أم لم يتزوج. هو كان أسود اللون يعني، فيسموه عبد يعني، هو أصلا كانوا يستعبدون أكثر شيء الناس السود يعني. أما تزوج أم من الزوج، هذا شيء لا يهمنا، ما لا أعرف عنه معلومة يعني. يمكن ما تزوجوا لي ما يحبون اللون الأسود، ما أعرف صراحة، أنا ما عندي معلومة عنه، ولكن هذا الشيء لا يهمنا. قرأت كلام رحت عدتك تحكون أنت والأخ جانو، طبعا رحب بالأخ جانو واتصل، وحبيبنا أخويا الصغير جانو، أحبك كثير كأخ صغير. فالكمال هذا كاتب أنه أنتم ما تعرفون الفرق بين الديمقراطية والعلمانية، ومعرفة الكلام الفارغ اللي يكتبه. يعني انت تعرف، انت ما عندك غير تشخ، لما تشخ راح تمسح بحجرة ثلاث حجرات ولا خمسة ولا سبعة، هذا اللي تدرسه انت. تدرس الضراط، هل كان اذا كان بصوت يبطل الصلاة او بدون صوت يبطل الصلاة، هالاشياء اللي انت تتعلم. ايش جاي تتعلم يعني؟ تتعلم الرقية الشرعية، تتعلم كلام فارغ، تتعلم اشياء احنا اللي نعرف هالاشياء، مو تتجي تفلسف براسنا. انتوا اصلا ما فيكم غير تتعلمون كلام فارغ من الكتب اللي جاي تدرسوه.
احنا اللي نعرف شنو 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 الديمقراطيه، شنو العلمانيه، شنو الـ 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 شنو البعثيه وغير البعثيه. احنا كانه احنا نحكي في الهواء. هذا الاخ يعني كمال كانه نحكي يدخل منا ويطلع منا. اسمع الكلام انت على الاقل. لما نقول لك الحرب اللي موجود بسوريا حرب طائفيه بامتياز، شيعيه وسنيه بامتياز، تدخلت فيها دول كثيره، العراق، إيران، قطر، تركيا، يعني السعودية، كل الدول كلها متداخلة. يعني أنت شغل مخك، الحرب ما لا علاقة بالبعث ولا غير شيء. أنت لازم تعرف أنه هذا الشيء كله حرب بسبب الدين. الدين هو اللي أخرنا، عمامات، العمامات تبع عمامة مثل ما قلت أخوي، عمامات الموجودة بطهران، هذول الموالي، هذول بعثيين، وكأني حسن نصر البطيخ هذا على أساس بعثي، على أساس علماني. أنا بس بدي أفهم شو فرقة لحية هذا بطيخ هذا حسن نصر الحيشة السمعين. يعني أنا ما بدي أكبر كلام شوي عشان أبتعد عن البزاءات هي، لأنه ما بدي أنزل لمستواهم. حسن نصر البطيخ خلينا نقول عن دقن أبو بكر البغدادي، يعني شو فرق هالدقنين هذا؟ يعني هذا شيعي هذا سني، ومن كل الناس طالعين من نفس المصدر، طالعين من نفس المزبلة. حيش السامعي اثنيناتهم من نفس المزبلة. ف يعني طيب في معنى اتصال من الأخسال. أخسال آسف أنا ما قدرت أخذ اتصالك، يا ريت ترد علينا. فالمشكلة هون، المشكلة نحن واحد ما بيأمن بعلي، واحد بيأمن بعمر، فاثنيناتهم نفس المزبلة طالعين، واثنيناتهم من نفس الريحة. يعني شمون هذا، يعني هذا مسلم هذا مسلم، هذا بيقدس الخرافة هذا بيقدس الخرافة، هذا مثله الأعلى القرآن وهذا مثله الأعلى القرآن. على كل إن أهلا وسهلا فيك سالة. أخوي الحبيب مساء الخير. مساء الورد. مساء الورد، أهلا وسهلا سالة. لك ولأبو الحكم أخونا الحبيب، أراكم تصارعون نفس الفكر الظلامي. بس احب اوضح انه لاجل ان نخلص اهلنا واخواننا واخواتنا من براثين شيوخ الجهل، سنعبر الاسلاك الشائكه، والاسلاك الشائكه ستؤذينا، ستسلخ وتسيل الدم، ستسلخ الجلد وتسيل الدم، لكن مثل ما يقولون اخواننا محرزه بالضبط. ورثة شكورنا أهلنا وأخواتنا وأمهاتنا وأخواننا الكل مغيبين تحت فكر ظلامي كارثي. قدامهم بيشوفون عم يذبحوا بعضهم ويقتلوا بعضهم، لكن لا يعرفون أن لا يستطيعون أن يروا الحقيقة. التورج الشعلة بيدك يا جان وبيدك يا أبو الحكم وبيد كل أخواننا المتنورين الظاهرين هنا. وهذه دعوة أخرى للظهور وحث على الظهور مع جان، مع جسور، مع الآخر، مع إسماعيل، مع كل الشباب. رجاء الوقت الآن، الوقت الآن للخلاص من هذا الفكر العفن. المسلم لا يستطيع أن يرى الحقيقة، لا يستطيع. يعني البلد احترقت، بلدانهم عايشين في مجاريهم الآسنة، ولكن الفكرة أنه إسرائيل وأمريكا. في وقت قثم بن عبد الله رسول الإسلام لن تكون أمريكا ولن تكون إسرائيل. نبيكم يا مسلمين قتل. قالك شغلة سال، يعني لا تروح لبعيد، قبل 100 سنة ما كان في لا أمريكا ولا إسرائيل، كان في فرنسا وبريطانيا. Exactly. يعني تعرف نظرية المؤامرة ونظرية الشماعة، يعني شغلة خلصانين من عندها. أحب أوجه تحية لحبيب جانا والأخت الصديقة الحبيبة نريمان والقوية، مش راح أذكر اسمها، هي تعرف اسمها القوية. So anyway نتحملهم، مش مشكلة نتحملهم، مش عارفين الحقيقة وهذا واجبنا. بس حبيت أحييكم وأكون معاكم، نشارك الأفكار ونستمر. الدعم المعنوي مطلوب
ومرة أخرى لكل الشباب اللي موجودين نشر هذه الحلقة، المشاركة في هذه القناة، والظهور كمان أظهر معنا له دقائق، مش مشكلة، ضيف شرف لربع ساعة لنص ساعة لساعة. ادعوا أصحابك وادعوا أصدقائك، الفرصة الآن. أحب تحياتي للجميع. بكل تأكيد أشكرك سال، أشكرك على الوقت الطيب والاتصال الحلو. على كل أصدقائي طبعا، يعني بس بشان الأخ كمال، أنا يعني طبعا كمال أنت مانك عدوي، وأنا ما أعتقد أكون عدوك، نحن أولاد بلد وحدة وهدفنا واحد، إنه نخلص شعوبنا من الدمار اللي عايشين فيه. الكلام من احنا ما راح نمل منه، مثل ما يعني آلاف الفضائيات والإذاعات والجرائد الإسلامية اللي تردد كلام الببغاوات الخرافة كل يوم ولا تمل منه، يعني كلمات تافهة مثل تبت يد أبو لهب، مسبات كلها تمسبات يرددونها يوميا، والآيات اللي بتعرف يعني آيات القتل وآيات النكاح وآيات السبي، كل هذول يعني أشياء من القرون الوسطى لا يملون من ترديدها. لذلك نحن ما راح نمل، لأنه وطننا بأسوأ ظروفه. فلما أشوف أهلي يعني مدبحين قدامي، يعني كيف بدك ياني أمل؟ لذلك لن أمل، ونحن موجودين إلى آخر نفس يطلع منا. لذلك يعني مثل ما بقولوا، حط ايديك وجريك ومي بيرده، نحن موجودين وما راح نمل حتى تفتح مخك وتفكر بعقلانيه وتفكر مزبوط، انه الخراب اللي عايشينه من وراء هالفكر الطائفي هذا. على كل اصدقائي، مثل ما نوهت انه بشان المنتدى، يا ريت تشاركونا، موجود المنتدى، اللينك موجود تحت الفيديو بالدسكريبشن. وبكره طبعا عندنا حلقه من مع عجائب الاسلام، انا بتمنى تشاركونا كمان بكره بنفس التوقيت الساعه 8. ونفرج يا اخونا ابراهيم شو هي عجائب الاسلام اللي هو مؤمن فيها بكل اريحيه، وطبعا هو ما مفكر فيها، لو مفكر فيها كان لغاها من زمان من عقله، لأنه شيء غير عقلاني. وراح أفرجيك شو هي لوين وصل الإسلام بالعقلانية. بكرة تابعنا أخوي كمال ونشوف. تفضل أبو الحكم، أسف على الإطالة، وتفضل إذا في عندك تعقيب. طبعا أشكر حبيبي أخوي سال وأستاذي سال على الاتصال، ودائما وين ما نريده نحتاجه هو وأخونا جانو دائما موجودين. وفعلا كلام صحيح، أنه إحنا ممكن نتأذى، ممكن نجرح، ممكن كل شيء يصير لنا، لا يهمنا هذا الشيء. رجاء نشيلوا هالتفاهة من راسكم أنه إحنا راكضين وراء فلوس. يعني في شغلات الفلوس، يعني ما اعتقد واحد ممكن يؤذي نفسه او يقتل نفسه، كل ما يتلفت يمنه ويسره ممكن واحد يضربه سكينه من وراء، او تيجي طلقه براسه او شيء، او يجوا ناس يدموه يضربوه مشان 200 دولار بالشهر، مين يعملها؟ يعني احنا هدفنا الرئيسي انه نوعيكم، نخليكم على الطريق الصحيح. ما عدنا غير من وراء غير وجع الراس، فإحنا هدفنا أسمى مما أنتم تعتقدون وتفكرون، وأنتم تعرفون، لكنه تحاولون تلقون مبررات واهية إنه إحنا أهداف أخرى عدنا. ما عدنا أهداف أخرى. أنا منقطع عن كل شيء إلا ما الهدف اللي براسي. مرة تقولون علينا ماسونية، مرة تقولون عن الصهاينة، مرة تقولوا تقبضوا من أمريكا، مرة تقولوا ما أعرف تقبضوا من إسرائيل. كافي هالكلام، يعني هالكلام أنتم تعرفون سخيف وليس له معنى. يعني ملايين يقبضوا من أمريكا وإسرائيل، هالملايين اللي ألحدت، يعني كلها تقبض من ذني الدول. يعني شوي فكروا، يعني لمين يعطوا يلحقوا؟ يعني
احنا كلنا كل افكارنا انه نريد نقضي على الافه الاسلاميه، خصوصا الاسلاميه. اولا احنا من خلفيه اسلاميه، وثانيا هذا الدين ارهابي، وحتى يعني السرطان انتشر الى اوروبا وامريكا منه، فلازم هذا الشيء نوضع له نهايه. احنا ليش ما نحكي على السيخ؟ ليش ما نحكي يعبدون البقر، الشمس، المسيحي؟ ليش ما نحكي على ذولا؟ يعني ذولا كل افكارهم سلميه وما عندهم ضرر. البوذيين ما عندهم ضرر، عندهم بس كلام، يجي يصلي يروح يصلي، حتى المسلم يجي يصلي خليه يصلي. لكن احنا نعرف انه المسلم قنبله موقوته، باي لحظه ممكن يتحول الى ارهابي. هو هذا خوفنا، نريد نقضي على هذا الدين، هذا هدفنا الاساسي والرئيسي. طبعا اخويا جان، انا يعني كنت متاكد من معلومه ابا الحكم، ولكن رجعت تأكدت أنه أبا الحكم مو عم الرسول، يعني بس التوضيح. يعني أبا الحكم كان أحد، هو يسموه أبو جهل، بس هو فعلا كان أبا الحكم، وأنا أفتخر أني أنا أبا الحكم. وجكارة بالمتعصبين المسلمين أنا مسمي نفسي هذا الاسم، وهو قريب من اسمي. فما كان عمه، لكن كان من حكماء قريش، يعني الناس اللي عندهم عقل ويفكر يعني. فمحمد طبعا مسلم يسماه مسيلمة، وأبو جهل أبا الحكم سماه أبو جهل، وأبو لهب كان عمه، بس أبا الحكم ما كان عمه. على كل حال أنا أعتبر هاي كلمة أخيرة لي، لأنه أتصور إحنا عبرنا الوقت المحدد، وأخويا جان أكيد مشغول. وأتمنى ما نكون ضيوف ثقال على الناس، وأشكر جميع اللي شاركوا بالاتصال، أخويا سال وجانو، وأشكر أخويا جان تحتي الفرصة، وأشكر جميع الناس اللي علقوا بالتكس، وأنا يعني مفتقد لهم. يعني كل يوم نقعد بالتكس ونكتب ونضحك ونمزح. أصحابي جاز فري ثينكر، الصديقات نريمان، أنا، وأسماء كثيرة يعني. وأهم شيء الصديقات، يعني لا زعلهم. صديقات أهم شيء. على كلنا أبو الحكم، يعني بكرة أنت راح تكون معنا أكيد، وبكرة طبعا راح يكون عنا حلقة عن عجائب الإسلام أصدقائي. احتمال أكون لحالي، واحتمال بعض الأصدقاء، ما بعرف الضيوف بعد، ولكن طبعا انا ما راح اكون، بعتذر لكل اصدقاء انه ما راح اقدر اعملها حلقه مفتوحه، لانه بس كثره الناس يعني بضيع الافكار. بس هي الفكره من انه ما اسويها حلقه مفتوحه. يعني انا اخذت درس مثل ما بقولوا، بصير يعني بصير الناس تحكي، كل واحد بيحكي شرقي وغروي مثل ما بقولوا، فبضيع الفكره. فركز على بعض اصدقاء بدعوهم، وطبعا الدعوة راح أدعو كل الأصدقاء، بس أعطوني مثل ما بقولوا مهلة. يعني إذا ما دعيت صديق بكرة ممكن أدعي بعد بكرة. وسلسلة عجائب القرآن راح تطول معنا أظن، يعني راح نطول فيها. أتمنى تعجبكم، وأتمنى من الناس أنه تفتح عقولها وتفكر بهالعجائب هاي اللي راح نطرحها، تفكر مدى عقلانيتها، ومدى يعني مثل ما بقولوا تأقلمها مع العصر، مع 2016. يعني طبعا الخميس راح يكون معنا الأخ أبو الحكم كمان في آيات إرهابية للحلقة الأخيرة، خلينا نقول، من سلسلة آيات إرهابية. وعلى كل حال أنا عملت بلاي ليست بالقناة لآيات إرهابية ولمحمد بن الألف الألياء. على كل إن أنا حابب أشكر كل الأصدقاء اللي شاركونا. يعني نوفا مان دخل معنا جديد، فري ثينكر، أهلا وسهلا فيك. على كلنا أرحب بكل الأصدقاء. فري مان أهلا وسهلا فيك. عم بقول عجائب القرآن وغرائب الخصيان بالضبط. وجست ثينك، شو مشان عصابات ميليشيات إيران. على كل إن طبعاً هذا عم بحكي مع رشيد جانو، أهلا وسهلا، وأرحب بكل الأصدقاء. ويعني أعتذر إنه ما قدرت يعني أذكر كل الأسماء هاي الموجودة،
خلوكم بكره معنا اصدقائي مع عجائب القران. اتمنى يعني نكون اكثر من هيك ونتشارك اكثر بكثير من هيك، وطبعا حتى بس نوصل صوتنا لاهالينا حتى نصحيهم، نقول لهم المي صارت مو ماشيه من تحت جريكم، المي وصلت لانفكم، فيقوا بقى، فيقوا حاجه. اشكركم اصدقائي واشوفكم بكره طبعا الساعة 8 بتوقيت لندن بنفس التوقيت. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا أبو الحكم. باي باي. شكرا جزيلا. شكرا. صباحا على خير. شكرا أصدقائي. إلى اللقاء.